مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. فاليابان تقريبا، المهم اليابان 265 مليون كتعيش على جزيرة وسط البحر، أرخبيل صغير، عندهم لغة ديالهم خاصة بهم كيهضروا بها وكيقرروا بها جميع المواد. نعم أم لا؟ شحال من دولة عربية ما قدروش يوحدوا حتى قاموس ديالها. يعني عندهم ثقافة ديال اللبس، اللبس الياباني والخياطة اليابانية بحال بحال، نفس اللون نفس الخياطة. نعم أم لا؟ الجلوس الياباني بحال بحال، ما عندهمش الفيلات لأن عندهم الزلازل وما يمكنش يبنوا الفيلات، ساكنين في العود، ما عندهمش الفيلات، ما عندهمش عقدة، ما عندهمش عقدة، عندهم ثقافة خاصة بهم. اليابانيين كياكلوا الأكل ديالهم. الصين فيها مليار و800 مليون، لأن هي عندها مغرب في العام، عندها 30 مليون في العام. مليار 800 مليون ما عندهمش الجوع. احنا 30 مليون كلشي كيغوت. ما فطرتش، ما تغديتش، طيبي لي ناكل، ضرني الجوع، ضرني راسي، دخت، لا ما كلتش ما نخدمش، كلشي كيغوت. مليار و800 مليون كيصدروا العسل، كيصدروا لاجولي رويال، كيصدروا البولين، كيصدروا الجنزين، كيصدروا منتوجات جيدة. مليار و800 مليون. ولكن ما كياكلوش بملعقة، كياكلوا بجوج العيدان. يعني الكمية ديال الأكل اللي كياكلوها نباتية وكمية صغيرة، وكيشربوا الماء طيب. إلا تبعتوا هاد الثلاثة، هذا طب صيني، إلا تبعتوا هاد الثلاثة ما عمركم تصابوا بأمراض. كياكلوا نبات، الرز والخضر، ما كياكلوش اللحوم كثيرة. وكياكلوا كمية قليلة، كياكلوا غير بجوج العيدان، وما كيهز بالحبة ديال الرز. يعني باش يشبع خصو يعيا بعدا. ثم كيشربوا الماء مغلي وتيشربوا سخون. ملي نصحنا الناس في الدار البيضاء، نصحنا الناس يشربوا الماء مغلي سخون، اللي عنده ارتفاع الضغط، واللي عنده الكيليا، واللي عنده المرارة، واللي عنده المصران، واللي عنده المعدة، غلي الماء وشرب الماء سخون 40 درجة، غلي الماء وشربه سخون، بسيطة جدا، طب صيني. الإخوان تما تيغوتوا، لا عداك والكالسيوم والمفعول ديالو مشى والصوديوم. يا سيدي فين قريتي؟ فين قريتي؟ راه الكالسيوم كاين زايد، لأن الماء ديال المغرب دير فيه كالسيوم زايد، لا دير تيدلو كاين. والماء ديال فاس، الماء ديال فاس ومكناس، النواحي ديالنا أحسن من الماء ديال الدار البيضاء، أنتم كتستهلكوا السكر قل منا، لأن الماء ديالكم حلو، كديروا غير جوج سكرات كيحلى، عندنا في الدار البيضاء كنديروا أربعة، عاد كيحلى لأن الماء حار. وهذه عندكم مزية بعد، أنتم ما كتصيروش فلوس أكثر منا في السكر. بعد فهذه القضية هذه اللي أصبحت الآن، لما كنتكلموا على التغذية، ملي كنتكلموا على التغذية كنتكلموا على البروتينات. تبعوا مزيان جميع البرامج التلفزيونيه ملي كتكلم على التغذيه بروتينات، خطا خطا كبير خطا. ملي مشينا للبروتينات نسينا المكونات اللي كيقيو الجسم اللي كيزيدوا في المناعه. ما شنو هما هاد المكونات؟ المكونات اللي كاينين طبيعيا في في, في 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 النبات. هاد المكونات من قبل كانوا ابائنا واجدادنا كياكلوهم، حنا ما بقيناش كناكلوهم، ولات عندنا انيمي، فقر عوز الحديد، فقر افيتامينوز، الشعر كيطيح والضفران مجعدين والحكه، ولا عندنا مشكل ديال اي مشكل. النساء دابا كلهم فيهم انيمي، شكون اللي ما عندهاش انيمي؟ والاطفال الصغار عندهم انيمي، ماشي من الحديد، من الامتصاص، من الامتصاص. الحديد كاين حتى في النعناع، الحديد موجود كاين، لكن الامتصاص هو اللي ما كاينش. فهاد القضيه اللي كانت عندنا من قبل ما هي، انظروا تبعوا معايا مزيان. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا شيء مخلوق عبث، لا حتى شي حاجة مخلوقة عبث، غير الإنسان واش كيعرف يستعمل المادة ولا لا. انظروا الزيتون في أولوروبيين، أولوروبيين واحد البوليفينول يقي الجسم من السرطان، إلا ضربته بالصودا مشى. سمعتوني اش قلت؟ فيه البوليفينول، البوليفينول هو اللي كيعطي الحرورة، كيعطي المرورة لهذاك الزيتون. ملي كتصبنوه بالصودا، الصودا كتقتل هذيك الاوروبيين، ما كيبقاش في الاوروبيين. الا كلتي الزيتون بحال كلتي التبن، ما كينفعكش. وفيه ماده حمض الالينولينيك، ماشي اللينوليك اللي كاين في الزيت، الينولينيك. الطلبه اللي كيقرا هذا حمض الالينوليك هو اللي كيقي من امراض القلب والشرايين،
لدرجه ان الامريكي الان ما قدروش يسانتيتيزيو، ما قدروش يصنعوه، يا الكالسيونات الينونات دو كالسيوم ما قدروش عليها، ولاو كيعطيو الناس الورق ديال الزيتون في الصيدليات راه كيتباع، اللي عنده الانترنت في جوجل يكتب اوليف ليفز، هاد الشيء هذا ماشي ديالي الله يرحم لكم الوالدين، ما تجي حتى حاجه، وهذا الشيء راه بيع علم وكاين ورا الانترنت فبعد كل شيء. اللي عنده الجوجل اللي عنده الانترنت يكتب اوليف ليفز ويكليكي على ايماج ما يقراش، عيتفرج يكليكي على ايماج غادي يخرجوا لكم قنينات في الصيدليات فيهم الورق ديال الزيتون مدقوق كيعطيو الناس. شحال عندكم ديال الزيتون نتوما كتحرقوا وكتسخنوا به الفرارن كاع عندكم هنا؟ كون تعطيونا هذوك الاوراق في الدار البيضاء بعد الناس يداووا بهم كاع، ولا شي واحد يدي شي شاحنه ولا جوج بعدا يبيعها في الدار البيضاء يكون احسن، عاد تكون التنميه البشريه وعاد تكون نيت بصح نيت كما بغينا. هذه فهاد الزيتون فيه الينولينات دو كالسيوم ديال القلب وفيه لولوروبيين ديال السرطان والشيخوخه المبكر. النواحي ديال الزيتون كان الشخص عنده 120 عام تيجري في الجبل صافي ما عنده لا الم الظهر ولا الم مفاصل وممكن يتزوج على 120 عام، يعني كانه شاب ديال 24 ما عندوش مشكل. المناطق اللي فيها الزيتون ما فيهاش الشيخوخه المبكر ولا حتى الشيخوخه كاع اصلا هذه. والرمان فيه حمض الطانيك مر، حتى هو مر، نعم ام لا؟ كاع الحاجه المره في الطبيعه دواء، بما في ذلك الزقوم تيكيوز لو فورم، هذه اللي كاينه في الاطلس. والعنب فيه ريزفيراترون، والبلوط فيه الكرسيتين، والخرشوف فيه السينارين، والمطيشه فيها اللوكوبين، كاينه في الطماطم وكاينه في البطيخ احمر. يعني كل ماده، كل خضره، كل ماده غذائيه فيها مكون كيماوي ينفع الجسم. وحبوب الكتان فيهم الجاما، هذه اوميجا 3، والسانوج فيه مكونات تزيد في المناعه، هذا البولن فيه الحديد، يعني ما شاء الله ما شاء الله. والكرفس والمعدنوس فيه هرمونات كيضبطوا الهرمونات، وحبه حلاوه والنافع فيهم مكونات كيضبطوا الهرمونات. وما ياكلوهمش النساء اللي كيرضعوا، ما ياكلوهمش النساء اللي كيرضعوا لانهم كيحبسوا لابرولاكتين. يعني هذه المسائل كلها الا خديناها متكامله بالله عليكم واش شي مرض غادي يجي للجسم؟ ولماذا اقسم الله سبحانه وتعالى بالتين والزيتون؟ لماذا؟ لماذا يقسم؟ والله يحلف لنا بالكرموس والزيتون غير كاك، لا يمكن. كان يختار شي خلق اقسم بالنجم والنجم اذا هوى، يعني هذا يعني اقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون الا تجمعوا هاد الزوج هما اللي عندكم هنا في مكناس، الا تجمعوا هاد الجوج هادو لا يمكن اي مرض يبقى في الجسم. اكثر من ذلك الى غليتوا الورق ديال التين مع الورق ديال الزيتون لا يمكن يكون عندكم اعراض استقلابيه المستعصيه الان على الطفل. وإلا مشينا للحلبه لقاو المكون مكونات هرمونيه الانسولين، الناس اللي ما بغاش السكر يرجع لهم بالانسولين يرجعوه بالحلبه، يرجع 0.9 بالحلبه، يرجع 0.9 دقوا الحلبة مع الماء شربوها يرجع 0.9. كاين اللي عنده الانسولين عنده ثلاثة الحقنات ديال الانسولين وعنده ثلاثة في السكر. واللي عنده ارتفاع الضغط يشرب الماء مغلي سخون يزيل هذه المسائل حتى الحصى، لأن الكلية كيكون فيها حصى رقيق ما كيبانش في الراديو، ما كيبانش كاع في الأشعة، ما كيبانش في الليكوغرافي، كيكون داك الشيء باقي ميكرو كريستو ما كيبانوش في سميت. فلما تشربوا الماء مغلي سخون بكثرة وتيمشي مباشرة تيغسل مع الخل البلدي، مع زيت البلدية، مع زريعة الكتان، مع القرقاع، مع الشريحة، مع الزيتون، مع لا يمكن الجسم يصاب بمرض، لا يمكن. النساء عندهم عنق الرحم متدي، الرجال عندهم بروستات، علينا الرجال الكبار عندهم بروستات، أما الصغار عندهم أشياء أخرى. ولكن دابا البروستات الناس ولاو خارجين داخلين، دابا صافي البروستات كتنفخ منين؟ كتنفخ بالهرمونات والمكونات الكيماويه اللي كتاكلوها. صحاب البروستات قلنا لهم قطعوا غير اللحم باش ترتاحوا شي شويه، يقول لك ما ناكلش اللحم ما يمكنش. ورا اللي كيشويو اللحم كلهم عندهم بروستات، سولوهم اللي كيشويو اللحم هما اللي عندهم بروستات، تقول له قطع اللحم دا استرح، تنقول لهم قطعوا اللحم واسترحوا ارتاحوا شويه، تقول لك لا ما نقطعش اللحم. الله يعاونك، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، صحتك هذه بين يديك. فلما نتكلم عن الصحة والتغذية، التغذية العامة والصحة، نتكلم يا إخواني عن ما تأكلون. طبيعة الأكل يكون نباتي، اللحوم تكون بقلة، الماء الذي يشرب يغلى ويتشرب سخون لأن الماء الآن ماشي هو الماء ديال من قبل، ثم الحبوب
الحبوب اللي نسيتوها في الاكل ديالكم من غدا ان شاء الله، الى باقي لكم دابا الوقت، الى باقي لكم دابا الوقت وباقي بائع التوابل الان حالين تمشيو عندهم، عندكم يزيدوا عليكم في الثمن حيت انا قلتها، تمشيو تقداو لكم الحبوب تكون دائما في الدار، الحبوب كل اللائحه تكون عندكم في الدار، الحلبه وزريعه الكتان وزن، ما تشريوش زيت الثانوج، شريو ثانوج حبوب كلو، ما كاينش زيت الثانوج، ما تشريوش التقطار، زعتر مقطر، الشيبه مقطره، هذه مقطره، ما تشريوش التقطار، شري العشبه هي حطها في دار كلها صافي، راه كلشي الناس كيعرفوا هذه العشوبه، هذه ما غادي تفضل علينا حد ولا يوريها لنا ولا يقول لنا راه غير هو اللي كيعرف لهذا الشيء هذا، صافي العشوب تحطوهم في الدار ديالكم تبقاو تكملوا، الطبع النباتي اللحوم قلوا منها هي وليدام تكون طريقة الطبخ. إلا كان طريقة الطبخ المغربية العريقة بالمرق يكون خير. ولكن هذه القضية ديال الشيء والشيء في الزيت الله يجازيكم بخير إلا قدرتوا تزولوا هذه الطريقة، هذه راه هي اللي هلكت هذه البلاد هذه وهي اللي هلكت العالم.